يحذر من التنمر من أول يعني. هذه قاعدة شرعية يعني. وإحنا مسلمين يعني يعني نمتثل لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة الإسلامية. صحيح. والشريعة الإسلامية أصلا تحافظ على الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس. طيب أنت الآن بصفتك الآن يعني إن شاء الله تكون إعلامي ولك تأثيرك، طيب وش توجه كلمة للمتنمر يا صهيب؟ للمتنمر إيش توجه له كلمة؟ كيف ترد عن الموضوع هذا؟ إيش؟ كيف ترد المتنمر عن الموضوع هذا؟ توجه له نصيحة؟ توجهها له؟ أقول له وش يروح عنده؟ أنصحه أقول له التنمر حرام، وهذه يخلي يأذي نفسيتك. يعني مثلا لو جاء ابني تنمر عليك بدل ما أنت تنمر عليه تتأذي نفسيا. الله. أقعد أنصحه ووري الآيات اللي موجودة في القرآن من الإسلام يقول لا تتنمر. إيش؟ الإسلام. أيوة يقول لا تأذون بعض. إيه؟ صح. لا تتنمر. وأقعد أنصحه. طيب الياس أنا كلمة توجهها للمتنمر. كلمة أوجهها للمتنمر. الكلمة اللي أوجهها له أنه هذا أول شيء حرام تتنمر عليه. ليش تتنمر عليه؟ وش السبب اللي خلاك تتنمر عليه؟ هل عشانه ضعيف؟ هل عشانه يعني ما عنده شخصية؟ حرام بالأخير. وزي ما كانوا يقولون انقلب السحر على الساحر. لأنه يعني إذا تنمر يمكن يجي فترة ويجوا مجموعة ويتنمرون عليه، مو يصلون لل يعني بتصير الأيام دول. إيه مو بتصير بس لفظي، بتصير جسدي ممكن. يعني يمكن يجي يوم يجي يتمشى في الليل ولا شيء، يجون ناس يطقطقون عليه ويمكن يعني يعصبهم هو، يعني يعصبهم. صحيح. وهم يقومون يضربونه. عاد نجيد ناخذ رايكم كيف تنصح المتنمر. اول شيء اروح عند المتنمر انصحه وش السبب، ليش سويت كذا، تب الله. بس هذا اللي احاول يعني احاول اخليه يتوب. مثل ما قال الياس ينقلب الساحر على السحر. هذا طيب لو كان صديقك صديق مقرب لك متنمر درجة يعني انا امون عليه، هذا اول شيء. اذا انت منعك بكلمه وبنصحه وبقول له تب. هذا كيف تغير العاده؟ اي اكيد صديق امون عليه. إيه؟ اما شخص ثاني لا، شخص تمون عليه. اي امون عليه. اي اكيد بنصحه. كيف تغير الصفه ذي؟ اي بنصحه وبكلمه وبقول ليش سويت كذا، وهذا حرام ما يجوز في دين الاسلام. وبس كل يوم بتكرر عليه، كل يوم اكرر عليه وان شاء الله يمشي سيد. محمد إذا كان صديق مقرب لك يعني متنمر مبتلى بالشيء هذا يعني يؤذي الناس بلسانه، كيف تحاول تعدل الصفة السيئة هذه فيه؟ أنه مثلا لو كان صغير يعني بالعمر أو يعني مثلا كان بعمري أو كذا بحاول أروح أكلم أهله أشوف يعني وش السبب. إيه داري يعني عشان كذا أقدر أكلم أهله. إيه؟ يعني ليه صرت متنمر؟ وش الشيء اللي خلاك تصير متنمر؟ وأحاول أني أوقف عن هذا الموضوع، وإنه ما عاد يتنمر على الناس لأنه يمكن في يوم أن ترد له. طيب أنت عرضت لي موقف